بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ اليوم الاثنين 17/8/2020، ونظرا لما جد من مستجدات بمدينة المرج فيما يخص كورونا، فتم اجتماع جميع الإدارات والأجهزة الأمنية والأقسام والمراكز بمديرية أمن المرج، وتم إعداد خطة أمنية ملاحقة للخطة السابقة والتجديد من حيث الأمور المتطورة. فاضطرينا من خلال الاجتماع أن يتم التجديد في بعض الأمور، طبعا اللي اتفقنا عليهم في السابق النشاطات التجارية التي يجب إقفالها لمدة 24 حيستمر عليهم لمدة 24، فيما يتم الحظر حيتم التجديد أخرى مجددا بين المدن وكذلك داخل المدينة. فتمت التعليمات اللي صادرة أن الحظر حيكون من الساعة 3 مساء إلى 7 صباحا، من 3 مساء إلى الساعة 7 صباحا. في السابق كان من 7 للسبعة، ولكن في الوقت الحالي من الساعة 3 مساء إلى 7 صباحا. فنحن نطلب من جميع أبناء مدينة المرج التجديد والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية فيما يخص هذه التعليمات. نطلب من الجميع إقفال المحلات جميعا الساعة 3 ما عدا ال 24 هذين ما يفتحنش بالكل، لكن اللي من الساعة كان يفتح لعند الساعة 7 تو لعند الساعة 3، يعني من الساعة 3 مساء حيتم منع التجول وإقفال جميع المحلات. نطلب من الجميع التعاون، أنتم عارفين الأمور اللي استجدت في المدينة، عدم الاستهزاء، عدم أخذ المواضيع باللامبالاة، عدم الانتباه للناس اللي تشوه ان لا توجد كورونا، لا هذينا خطه مش عارف استخباراتيه، هذا كله كلام زايد. انتم تشوفوا في الامور كيف مشت، حاولوا امنع التجمعات، الافراح العدوكة من مآتم، حاول حتى صاحبي نعزيه بالهاتف، ما فيش داعي نمشي، ما فيش داعي اهل المأتم يديروا خيام، النيه كيف ما تقول النيه في النيه واصله، ما فيش داعي انت تقول لا لازم نمشي له. انتم تشوفوا شن صار امس واول امس، شن صار في بعض المآتم، تم الناس تتوزعت، حولوا الخيام، يعني انت فيش جاي توصل للمرحلة هذه. من اولا تتقي الله في الامور هذين بحيث انك ما تعدش اسرتك، ما تنقلش اي شيء وباء داخل المدينة، لان التزاحم وهالمناسبات هن السبب والمصدر الرئيسي في نقل الوباء. فنامل من الجميع عدم الاختلاط، اتباع التعليمات والاوامر الصادرة عن السلطات، بحيث عدم بعد يقول لك سكر سكر، يقول لك الساعة كذا الساعة كذا نفذ التعليمات. فراهو في تقفال بين المدن من الساعة 3 مساء إلى 7 صباحا، كذلك داخل المدن من 3 مساء إلى 7 صباحا. التجول والنشاطات التجارية، نطلب من الجميع أخذ الحيطة والحذر، الانتباه، الدولة دارت اللي عليها، الدولة دارت اللي عليها، ما قصرتش في الضبط في فتح المحلات، عطوكم الفرصة، المستشفيات جهزوهن، نحن كمدينة المرج جاهز المستشفى لاستقبال حالات ممكن 60 سرير. نأمل من الجميع التعاون مع الدولة، الدولة دارت 40% 60% عليك أنت، عليك أنت، ما تمشي لي العرس، ما نقول لك ما تديرش عرس تمشي تدير عرس، ما نقول لكش سكر الساعة 3 تفتح لعند الساعة 7. اللي نقول لك عليها نفذها، راهو الحامي الله بالدرجة الأولى، والثاني اتباع التعليمات. فنطلب من الجميع التشدد، أراه التعاون، أراه اللي يخالف يتحمل مسؤولية نفسه. لما نقول لك ما تطلعش معناها ما تطلعش، لما تطلع تتحمل مسؤولية. راه المراكز اشتغلت، الأجهزة الضبطية تخدم، الدوريات والمفترقات، فمن يخالف يتحمل مسؤولية نفسه. أي شخص راه يطلع يحاول يدير زحمة، يحاول يدير أي مشاكل في الشوارع، نحن فاضيين له. قلنا لك ما تطلعش ما تطلعش، يعني حاول تضبط نفسك، ونقول لك هذا مرض وباء كورونا، تقولي لا ما أنت حنضبطك، نحن حنحجروك. إذا أنت باش تنضب وتحجر نفسك، حتحجرك السلطات العامة، وفي نيابة عامة، وجهات اختصاص حنحولوا لها بالكامل. وبارك الله فيك، وإن شاء الله يوفقنا الله لما فيه صالح البلاد والعباد. ونشكر قنواتكم الموقرة، وإن شاء الله ربي يساعدنا لما فيه الصالح العام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك الصحة.